وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. طبعا نتابع التطورات المتلاحقة في الملف الأوكراني الروسي خاصة بعد تغيير الإدارة الأمريكية أو سوف تتغير في خلال شهرين وفوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأربعة أعوام قادمة. في البداية دكتور محمد يعني يمكن في تصريح تكرر كثيرا على لسان ترامب وهو أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد. ما الذي يستطيع فعله دكتور محمد دونالد ترامب في يوم واحد لحل هذه المعضلة المعقدة داخل القارة الأوروبية؟ يعني بعد تحية لحضرتك، طبعا الحقيقة في واقع الأمر خلال ال 40 يوم القادمين وبالتحديد يعني مع يعني فترة تنصيب دونالد ترامب في 20 من يناير كرئيس للولايات الأمريكية للمرة الثانية، هنبدأ يعني مرحلة جديدة من فكرة المفاوضات أو فكرة التعامل مع الملف الأوكراني. نعم. البعض يتصور أن في الفترة الحالية وبالتالي يعني مع تعهد ترامب بالتعامل مع عدد من الملفات والتصريحات في مرحلة العملية الانتخابية اللي يجب أن نقيمها في إطار مرحلة الانتخابات فقط دون وجود تعامل على الأرض. ترامب وضع العديد من التصريحات اللي يعني لا يمكن أن نقيمها جميعا بأنها تصريحات قابلة للتطبيق في الإطار الواقعي. نعم. ترامب يعني كان بتصريح فيما يتعلق بفرضه على إدارة الملف الأوكراني وإنهاء الحرب في يوم واحد، أعتقد هي مبالغة شديدة يعني الحقيقة شديدة فيما يتعلق بحرب طويلة ومرتبطة بطبيعة النظام الدولي والإقليمي كما نعلم وطبيعة التعقيد لهذا الصراع الممتد، يمكن بنتحدث على العام الثالث يعني على التوالي في ظل يعني مواجهات عسكرية على الأرض ودعم أمريكي وأوروبي للجانب الأوكراني في هذه الحرب. عملية تقييم المرحلة الحالية والدخول في مرحلة جديدة وفق رؤية ترامب لديه رؤية واضحة فيما يتعلق بالدور العسكري الأمريكي في المرحلة القادمة وتركيزه أكثر على الملف الاقتصادي، ويمكن التعهدات الاقتصادية التي وضعها أمام المواطن الأمريكي فهو مرتبط أكثر بتحقيقها على الأرض في ظل محاولاته يمكن يعني محاولة تقليص الميزانية العسكرية الأمريكية في التدخلات الخارجية وأيضا فيما يتعلق تواجد عسكري أمريكي في إطار محاور مختلفة عكس تماما ما يقوم به بايدن في السنوات الأخيرة. يمكن هذا الأمر مرتبط بمحاولة ترامب إنهاء هذه الحرب ليس فقط كما تعهد في يوم واحد ولكن هو فتح خط التفاوض مع بوتين. يعني الأمر أعتقد سيأخذ مرحلة أعتقد وقت فترة زمنية لأن تصريح سيرجي لافروف الوزير الخارجية الروسي بأن ما يعني التصريحات الرئيس القادم للولايات الأمريكية ترامب فيما يتعلق بإنهاء الحرب وقدرته على هذا الأمر تحدث أنه لم يحدث أي حديث في هذا الأمر وأنهم في انتظار الإدارة الجديدة إذا كانت تريد الدخول في المفاوضات. وفكرة تكلفة المفاوضات في ظل هذه التصريحات خصوصا أن أمام الكونجرس الأمريكي وإن كان طبعا يعني بأغلبية من الجمهوريين قدرته على التعامل أو التعاطي مع ملف يعني استنزفت من خلاله الولايات الأمريكية المليارات من الدولارات للدعم الأوكراني في هذه الحرب الممتدة، يعني ممكن يعني أن يقل هذا الدعم يا دكتور محمد نظرا لاهتمام دونالد ترامب يعني أكثر بتحقيق مثلا المكاسب الاقتصادية كما ذكرت حضرتك؟ بالتأكيد، لأن طبيعة الدعم في المرحلة القادمة هو ما تعامل معه الحقيقة ترامب في أكثر من تصريح بأنه لن الوطن الجلسة قادرة على إدارة هذه الملفات كما عهدت من خلال إدارة بايدن. وترامب الحقيقة عاد عليه من إدارته السابقة خلال 4 سنوات من 16 لحد 2020 كانت لديه رؤية فيما يتعلق بنقل تكلفة الحروب دائما للأطراف المستفيدة من الدفاع الأمريكي عنها القومي، ويمكن نتحدث في ذلك عن مناطق إقليمية عديدة في الشرق الأوسط وفي مناطق في جنوب شرق آسيا بالتحديد، يمكن تمييز التصريحات فيما يتعلق بكوريا الجنوبية وأيضا يعني اليابان تحت تصريحات هذا النوع بتبرز أن السياسات القادمة الدفاعية الأمريكية ستحتاج يعني إعادة رؤية فيما يتعلق بحجم التكلفة الأمريكية لهذه الحروب وهذه المواجهات. وبالتالي يمكن مفهوم إنهاء الصراع أو الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا في إطار عسكري لن يتم، وبالتالي الجانب التفاوضي هو يمكن يكون هو العنصر
الحاسم لهذه الحرب في الفترة القادمة في ظل قناعات أمريكية لإدارة ترامب القادمة بإنهاء هذه الحرب لإنهاء حجم التكلفة والخسائر بتتكبدها الجانب الأمريكي هذه الحرب من جانب، وأيضا في إطار أيضا رؤية روسية بأن تبعات هذه الحرب لازالت غير إيجابية في ظل استمتدادها لأكثر من 3 أعوام. نتحدث حول تكلفة أيضا وخسائر عسكرية وبشرية ضخمة للجانب الروسي خلال هذه الحرب الممتدة. نعم، ولكن دكتور محمد، يعني الجانب الروسي دائما ما يصرح أنه لا تنازل عن ما حققه على الأرض أثناء هذه الحرب، يعني هو يعني رسميا أو على أرض الواقع يحتل 5 مساحة أوكرانيا. كيف يكون شكل التفاوض مثلا إذا حدث قمة بين بوتين وترامب، يعني حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني أعرب أنه يمكن أن يدخل في مثل هذه المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ دعني أؤكد لحضرتك أن احنا يعني فيما يتعلق بالتصريحات ما قبل المفاوضات شيء والمفاوضات في حد ذاتها شيء آخر، لأن الدول عادة بتستخدم التصريحات والحرب الإعلامية كجزء من الضغط على الأطراف المتفاوضة في أثناء ما قبل عملية التفاوض عفوا، وأيضا يمكن للضغط أثناء عملية التفاوض في بعض الأحيان. لكن الدخول في المفاوضات والجلوس على ذات التفاوض بيحتاج إلى مزيد من المرونة في بعض الوقت من بعض الأطراف. القدرة الروسية على يعني على إحداث يعني إيجاد مرونة هي يعني ستحقق في نهاية الأمر نتائج لهذه المفاوضات، خصوصا بأن يعني روسيا لا تريد أن تخرج من هذه المفاوضات بشكل سلبي أو حتى ليس لديها رؤية لاستمرار هذا الصراع لفترة أطول. لكن النقطة التفاوضية اللي ممكن هتكون محل خلاف هو يعني آلية التعامل مع الفترة القادمة فيما يتعلق ب يعني طرح عضوية أوكرانيا داخل حلف الناتو، استمرار النظام زيلينسكي على الأرض، فيما يتعلق أيضا يعني استمرارية يعني تواجد أو احتلال روسيا أو سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية في خضم هذه العمليات العسكرية. قد تحدث مجموعة يعني مفاوضات في هذا الإطار فيما يتعلق بانتقال مثلا انتقال تدريجي للسلطة من روسيا إلى أوكرانيا في فترات لاحقة، أو قد تحدث من أنواع التشارك على مناطق النفوذ المشتركة ما بين الجانبين. لكن في نهاية الأمر سيقتنع الجانبين أن يكون هناك في نقاط للتلاقي للمفاوضات لتحقيق مكاسب مشتركة خلال الفترة القادمة، خصوصا أن الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأمريكي يعني عانى كثيرا في الفترة الفائتة في ظل يعني وجود ضغوط كبيرة من هذه الحرب الممتدة كما أشرت، ووجود أزمات دولية عديدة يعني فلتت. نعم، هي تؤثر على معظم أنحاء العالم هذه الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 أعوام. طيب دكتور محمد، يعني هذه الرؤية الأمريكية يعني أعتقد أنها تختلف مع الموقف الأوروبي الذي يعني استحباه جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي في كييف عندما وصل إليها اليوم. دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا كان وسيظل أولويتي الشخصية وسيظل على رأس جدول أعمال التكتل خلال الفترة المقبلة. هل هذا ممكن يعني يؤدي إلى خلاف مثلا في وجهات النظر السياسية بين أوروبا والولايات المتحدة؟ بالتأكيد عندما نتحدث حول الترتيبات الأمريكية الأوروبية في هذه الحرب تحتاج إلى وقت، لأن لازلنا يعني في كما أشرت يعني في إطار أو في مرحلة إدارة حالية لبايدن، يعني في خلال عدة أسابيع يعني ستنتقل سلطة يعني الإدارة الأمريكية للرئيس ترامب. طبعا اعتدنا أن هناك استراتيجية واضحة للسلطة الأمريكية مع اختلاف الإدارات بشكل عام، ولكن في إدارة بعض الملفات قد يحدث متغيرات قد بتؤدي لوجود رؤى مختلفة فيما يتعلق باستمرارية الدعم أو تغيير الدعم أو استخدام عدة أدوات أخرى لإدارة الملفات. هو الأمر اللي بيحتاج إلى يعني مزيدا من الوقت حتى يعني تبدأ الإدارة الجديدة لترامب يعني خطوط الاتصال مع الجانب الأوروبي. هناك أوجه خلاف كانت في الفترة الفائتة لترامب مع الجانب الأوروبي في فتراته الأولى، حدث حالة من حالات يعني الخلاف فيما يتعلق بتقليص الدور الأمريكي والدعم الأمريكي العسكري لأوروبا والتواجد الأمريكي العسكري الأوروبي. هو يعني هيكون محل يعني أو نقطة من نقاط اللي ستطرح على الأرض في إطار أو في خضم هذه المرحلة من التفاوض
ويعني وفتح قنوات الاتصال بينهم، وسيكون الملف الأوكراني أحد هذه النقاط. نعم، وممكن يكون هذا ما كان يقصده الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال منذ يومين يعني يجب أن تبحث أوروبا عن أمنها بنفسها ولا تعتمد بشكل دائم على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد، لأن الواقع بيفترض أن يكون هناك ليس فقط الاعتماد على الولايات الأمريكية داخل حلف الناتو أو الولايات الأمريكية بشكل منفرد، في ظل الحياة رغبة أوروبية مستمرة خلال الفترة الفائتة أن يكون هناك في تفعيل اتفاقية الدفاع الأوروبي المشترك، وأن يكون هناك في دور للقوات الأوروبية في التعامل مع العديد من الأزمات الداخلية. ولكن لازلنا نتحدث أن هذا الأمر يعني ليس قريب المنال، يعني دعني يعني أؤكد في نقطة قد يتلاقى الجانبين الأمريكي، لأن الولايات الأمريكية لم تفرط في تواجدها العسكري داخل القارة الأوروبية، ولم تفرط مع مصالحها الأوروبية من جانب آخر في إطار حجم كبير جدا من المصالح الاقتصادية ومصالح استراتيجية. لم تترك أوروبا الولايات الأمريكية لم تترك أوروبا في إطار كنقطة استراتيجية لنفوذ لامتداد نفوذ من جانب قوى أخرى سواء روسية أو حتى الصينية، في إطار يعني مساعي أن يكون هناك أو استمرار النفوذ الأمريكي في هذا الأمر. كانت أرادت أن أو تريد الولايات الأمريكية تقليص دورها في إطار ميزانية عسكرية أقل أو أكثر رشادة وأقل إنفاقا في الفترة القادمة، كما أشار أكثر من مرة أو في أكثر من معرض الرئيس ترامب الرئيس القادم للولايات الأمريكية، في ظل رغبتي أن يكون هناك في تشارك في حجم الإنفاق وفي تشارك في إدارة الملفات، وهو قد يحدث نوع من أنواع التغيير في طبيعة الدعم لأوكرانيا أو حتى طبيعة إدارة الملف بإحداث حالة من حالات التفاوض ويعني الوصول لنقاط تفاوضية إيجابية من وجهة نظر أمريكية في هذه المرحلة مع الجانب الروسي، إن أرادت الطرفين الوصول يعني لحلول سلمية في هذا التوقيت. نعم، طب دكتور محمد، أيضا لو كلمنا عن الموقف الأوكراني وزيلنسكي فلاديمير زيلنسكي، يعني يعتبر تغير في نبرة حديثه وأصبح يميل إلى حل مثلا تفاوضي على مدار اليومين الماضيين بعد فوز ترامب، هل ممكن أن يتغير موقف زيلنسكي؟ يعني زيلنسكي يتحدث دوما او دائما، يعني المفاضلات الانتقاليه ومتغيرات الفترات الانتقاليه دائما بتعقبها حاله من حالات التصريحات الحذره شويه. الحذر في تصريحات زيلنسكي هو اتاحه مزيد من المرونه والفرصه من اجل ايجاد نقاط تفاوضيه، خصوصا ونتحدث ان ملفات عديده من ضمنها الملف الاوكراني سيطرح امام مجلس الاداره الامريكيه الجديده كما اشرت. وايضا من ضمن هذه التصريحات وتصريحات بنيامين نتنياهو ايضا في اداره الازمه في داخل قطاع غزه يعني التوسع العسكري الاسرائيلي في المنطقه ومحاوله يعني ان يكون اعاده تشكيل المنطقه وفقا لدعم بايدن خلال الفتره الفائته لاداره نتنياهو في اداره هذا الملف بالتحديد. ما هو مجمل التصريحات بتكون لديها كثير من الحذر والتوجس للمرحله القادمه، خصوصا ان عمليه الدعم اللي قدم خلال يعني إدارة بايدن لكلا الملفين لزيلنسكي من جانب في الحرب الروسية الأوكرانية أو في بنيامين نتنياهو في إطار حربه في الشرق أو حروبه في الشرق الأوسط، يعني قد تتغير في ظل إدارة ترامب وفي ظل الحقيقة رغبة ترامب ليس إيقاف الدعم بشكل كامل ولا أعني هذا الأمر، ولكن أن يتحول هذا الدعم بإطار بتكلفة أقل للجانب الأمريكي، وفي رغبة أن يكون هناك في توافقات قد يحدثها ترامب في الشرق الأوسط بالتحديد وفي الملف الأوكراني. يعني ده يعني ما يمكن أن نقرأه من خلال تصريحات زيلنسكي في الدخول في مرحلة تفاوضية، هو رغبة منه واستقراء للمرحلة القادمة اللي قد تشهد الدخول في مفاوضات وليس فقط مواجهات عسكرية كما يعني استمرت خلال السنوات الماضية مع بداية الحرب وحتى الآن. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العظيم أستاذ العلوم السياسية متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.